كايث مثناغ سويث مثناغ يمس حسان الموقع عن نادور سيتي خلموا كيفانسن اتقن يمارا الأنشطة الاتحاد المغربي الشغل نهارا مش تورم تواخي جن حكم بالإفراغ صادر 2005 يساق ديش القرار التبليغ على أساس أنه الإفراغ ديال نهارا بالقوى العمومية. طبعا القطاعات الاتحاد المغربي للشغل ذي النظر ذي الأقاليم المجاورة مارا وسينت هما هذا ماشي تصدان وانما دحمان الرمزيه في التاريخ من المقره لان المقره ماشي الاتحاد المغربي الشغل وها المقره نايث باب النظا المقره جميع الطبقه العامله ديال النظا مارا الجمعيات نشطن تدانيتي مارا ينيق يخدم من ديني ويخدم من مارا نشطن ديال المقره التاريخيه المقره التاريخيه حاضر عندي اسم مجموعه النودان ليس رجالات الدوله حاضر عندي رئيس ثالث حكومه ديال المغرب عبد الله ابراهيم ذنيتي حاضر عندي مجموعه النغني موث ندي وذان تو غندد المناضلين خصان ذنيتي الحياه نسن الصحه نسن في سبيل خدمه الطبقه العامله ديال الاقليم يوذان عاوتاني الله يطول في عمرهم مازال مناضلين يقديما للاتحاد المغربي للشغل وشين دانتي اذا من سند هذه المقره نوز نشين كاجيال وز ماذا نسلم الطريقيه تحت الضغط وننضات سعاره في عشاره في منخارطه ننضات عباره ذي الاقليم ما يمكنش لان الدور الاجتماعي انتراد هذه النظام ماشي ندور هين وتدات تسمونا غطس الفئات الاجتماعيه وبالتالي تتارز السلطات ذي الجهات المعنيه المعاون مارنا في الحل المقر الاتحاد المغربي للشغل سواء بالحفاظ عليه او بايجاد بديل يناسب رمزيه التاريخ مع العلم ان المقره وانيتير يقصد يتسجل ذي التراث وانيتير وانيتين شين وزما الدلاله الرمزيه النساء خاص تتغلى بسهوله يعني يخصص الحفاظ يخص الحفاظ في المقره التاريخيه نهار وسين دمار القطاعات بدون استثناء من قطاع غير المهيكل القطاع المهيكل جميع الجامعات جميع المكاتب سواء كانت محليه او ذات طابع اقليمي او مار الجميع جميع الهيئات النقابيه الاتحاد المغربي للشغل حضانتي وخا يوم عمل وسنتي نهار غير في جازير في جان شينا كان غنبد ذنيتي بقى زريم الشعارات زريم الحضور مره يوذن غاسن الغيره عندما يتعلق الامر العمق الاتحاد المغربي للشغل ذي المس النس ذي الهويه النس ذي الاقليم والاتحاد المغربي للشغل اقوى من جميع الخصوم والاعداء وسيبقى قائما ودائما ما دام المناضلين ام شنويين غانغدانيتي اقات نعدانيتي ذي الداثه وتحيه الزوار مجددا نادور سيتي في البدايه تشكا الموقع نادور سيتي جاني تتمس الشؤون الطبقه العامله النهار نشكا محمد ورياشي عضو اللجنه الاداريه للامانه العامه للاتحاد المغربي للشغل انه نديد القرار وانيتاتي يتغد يسين الافراغ قاغسي كل من يهمه الامر انه مناضلين ذا مسؤولين جان ديال الاتحاد المغربي للشغل ذي النظر جميع القطاعات المنضويه تحت لواء الاتحاد نهار قال كلمه نسنف غند نهار قاضي جن مش تزريم ديجن حاجه بسيطه من دي كواني يمكن يقوى شويه خمانايا من السجاد الاخوان دانيتا نهار النضال ويقيم شمش توصل نقبر انه تحكم ذي الجهه الثاني نيغتين نهار كلشي قيقفوس كفوس على اساس بوضع ذا السنسن بوضع ذا التصندي برا ذينا التصن الحوايج مادام واحتار من الظرفيه الانتخابات اجراء العمال نشي نقارسن عيب وعار انه ذي الوقت الراهن ذي ثاني تاتي موابين صاشا موقين بون حساب نغضغ تنخانغ ذي شن حاشت النغنية نهارا نشين مرن تستان تستان مطالب العمال وها المطالب نهارا من عنا الدور نغنشين ذي الاقليم هو انه انسمون الطبقة العاملة ان اطر الطبقة العاملة بسم الله الرحمن الرحيم مصطفى ابو ترفاس الكاتب الجهوي الابناك الناظر الدريوش نائب الكاتب الاقليمي الناظر اليوم محطة نضالية فاصلة للدفاع عن مقر التاريخي الاتحاد المغربي للشغل في الناظور هذا المقر الذي عرف منذ الخدام تواجد شخصيات وازنة في هذه البلاد اللي كانت كتمثل الطبقة الديمقراطية اللي كانت كتمثل الجناح الديمقراطي في هذه البلاد واللي كانت كتلجأ لجميع وسائل النضال باش يوصل المغرب للديمقراطية والعدالة الاجتماعية ما يمكنش اليوم نجيو نمحيو هذا التاريخ ما يمكنش اليوم نجيو نحيدوا هذه المعلمه التاريخيه اللي تسجنات من خلاله بزاف ديال المناضلين تسجنوا وتعتقلوا وبزاف ديال النضالات ديال فاتح ماي انطلقات منها وعطات واحد الشراره كبيره في هذا الاقليم بزاف ديال المناضلين اللي انطلقوا من هنا واليوم ولاو قياديين الحمد لله الطبقه العامله باقيه ثابته على المواقف ديالها باقيه ثابته
على التشبث بالمقر ديالها التاريخي، مقر الاتحاد المغربي للشغل بالناظور. حنا اليوم فقط كنعطيو اشاره للمسؤولين الاقليميين بان متشبثين بالمقر ديالنا، كنعطيو السلطات اشاره بان حنا متوحدين ونقدروا نصعدوا اكثر من هذا الشيء ونديروها يعني واحد المسيره وطنيه اللي غادي تلف ولا تلتفت حول هذا المقر وتدافع عليه. وشكرا الجمعيه الوطنيه حملت شهاده المعطرين بالمغرب المجد والخلود لشهداء الشعب المغربي، ونخص بالذكر شهداء الجمعيه ومصطفى الحمزاوي ناجيه أدايا وكمال الحسني الحريه كل حريه معتقلين سياسيين قابعين في زنازين الظل والعار. بدايه اليوم التواجد ديالنا هنايا تواجد انضموا مع الاخوان ديالنا في الاتحاد المغربي للشغل باعتبارهم السند الوحيد للجمعيه الوطنيه، باعتبارهم اليد اليمنى لاطار الجمعيه الوطنيه، باعتبار هذا المقر اشتغالنا كجمعيه وطنيه من داخله، اشتغلنا لمده تزيد عن عقود يعني لمده طويله، والاشتغال ديالنا مع الاتحاد المغربي للشغل او من داخل اطار الاتحاد المغربي للشغل يجعلنا اليوم في هذه المحطه لابد من التواجد معهم ولابد من مسانده هذا الاطار والحفاظ عليه. وتحية لجميع المواقع الإلكترونية وتحية لجميع المنابر الإعلامية. أولا يعني تحية لأخ ربيع يعني مجهودات جباريتك، وتحية كذلك الاتحاد المغربي للشغل، يعني دائما لازم نخوانس يعني دائما الدفع يعني خل المواطنين يعني جميع القطاعات منهم التجارة التاكسيات الأسواق الأسبوعية المعطلين، يعني تحيتنا الطاس تدعثر بضاعة زمانة، ولكن للأسف الشديد يتغيم أنه دائما المسؤولين غانغ ألا وأنه المسؤولين الفاسدين يعني دي هندي تنظار تصن ودار البور خبار هندي انت وقنا دعير انت دي تنسن دائما يعني القارس كات عدم تندي تروم وجن الرسالة توجهت الساكنة الإقليم نظام قارس نازل التغيير ثم التغيير. وتحية نضالية وكن يحفظ سيدي رب العالمين، وتحية شو قال الموقع ناظور سيتي يعني دائما انشاء الحقيقة اسبيا يعني المشاكل الساكنة. تحية كني وطاس وكن يحفظ سيدي رب العالمين والسلام عليكم. باسم الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بإقليم الناظور المنضوية تحتالي والاتحاد المغربي للشغل، كنجسدوا حضورنا اليوم إلى جانب رفاقنا في القطاعات الاتحاد المغربي للشغل لتصدي المحاولة ديال الإفراغ ديال المقر ديال الاتحاد المغربي للشغل بالقوة. هذا المقر التاريخي اللي كيحمل يعني التاريخ ديال النضالات وهموم ومطالب الطبقة العاملة بالناظور، بالتالي لا يمكن الحديث عن الإفراغ في هذه المرحلة في ظل الجائحة ديال كورونا، كذلك في ظل المعركة ديال اللجان الثنائية. وبالتالي نحن نعتبر بأن هذه الخطوة في هذه اللحظة تستهدف إرباكنا وتنينا عن المعركة ديال اللجان الثنائية. في الاتحاد المغربي للشغل نطمح ونمد أيدينا لحوارات مسؤولة وتفاوض على الأرضية ديال الملفات المطلبية ديالنا العالقة. فرع الناظور المنضوي تحت لواء الجمعية الوطنية لحملة شهادة المعطلين بالمغرب يتواجد اليوم من أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل بالناظور من أجل التصدي القرار الإفراغ باستعمال القوى العمومية لضرب الرمزية التاريخية والنضالية للمقر التاريخي للاتحاد المغربي للشغل من داخل مدينة الناظور، ويأتي هذا في إطار تضييق على الإطارات المناضلة والتقدمية سواء كانت سياسية أو نقابية أو جمعوية. فبعد استهداف مقر الاتحاد المغربي مقر الاتحاد الوطني طلبة المغرب المقر المركزي المتواجد بالرباط، وبعد معركة خاضها الشعب المغربي من أجل التصدي لهذا القرار، اليوم يأتي الدور على رفاق في الاتحاد المغربي للشغل، وبالتالي في النظام اللاوطني اللاديمقراطي الشعبي لا يتوانى في استهداف الاطارات المناضله والتضييق عليها سواء من بحرمانها من الدعم العمومي او من حرمانها من استعمال القاعات العموميه، وكذلك التضييق على مقراتها وانشطتها النضاليه والتنظيميه. وفي هذا الاطار ففرع الناظور سيتواجد الى جانب الرفاق في الاتحاد المغربي للشغل الى غايه الغاء هذا القرار كما قلت إلغاء هذا القرار. وفي الأخير أحيي كل الإطارات سواء كانت نقابية سياسية جمعوية طلابية
أو رفاقنا في الفرع المحلي وكل المناضلين النقابيين والنقابيات على هذا الحضور من أجل التصدي بشكل نضالي وبشكل وحدوي لهذا القرار الجائر في حق مقر الاتحاد المغربي للشغل بالناظور. جميع القطاع الفلاحي حاضرة مختلف المكاتب الفروع ديالها وبمجموعة من الفلاحين الإقليم للذود عن المقر ومستعدة في مناسبات أخرى تحضر بشكل أكثر، ولو أن الفلاحين قاعد الإقليم التابعين للجماعة يجيوا يذودوا على هذا المقر، هذا المقر التاريخي اللي لن نفرط فيه أبدا، ما يمكن شي واحد يخرجنا منه. هذا المقر عنده رمزية بالنسبة للطبقة العاملة وبالخصوص الجامعة القطاع الفلاحي، وحنا كنقولوا بأن ما يمكنش شي واحد يحيدنا من هذا المقر مهما كلفنا ذلك من ثمن. الكاهن الحكيم الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية وزول الصحة كتواجدوا اليوم كمكتب إقليمي اللي تضامن مع الإخوان ديالنا هنايا في اتحاد نقابات الناظور من أجل تحصين هذا المقر، مقر الاتحاد المغربي للشغل، هذا المقر التاريخي اللي تخرجوا منه أطر نقابية عديدة، وكنوجهوا رسالة إلى المسؤولين كنقولوا بأن هذا المقر خط أحمر، وبالتالي فمن يعني يتجرأ الاتحاد على مقر الاتحاد المغربي للشغل فهو يتجرأ على منظمتنا العتيدة، ونتمنى وإن شاء الله هذا المشكل ديال المقر يتحل في القريب العاجل، وكنجدوا التضامن ديالنا مع المقر الاتحاد المغربي للشغل في جميع المحطات المقبلة، وتحية نضالية عالية.